السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله الرحمن الرحيم. الفيديو اللي غادي نتكلم فيه اليوم، وبغيتكم تعرفوا واحد المسألة، أنه أي فيديو ما كنكونش مرتبه، ما كنكونش مختار ليه العنوان أو الصورة المصغرة. علاش؟ لأنه يعني هاد الفيديوهات كنديرهم بتلقائية بعفوية حسب شنو كتجيب الوقت. أولا، اللي لاحظت في من خلال الدرس الأخير اللي حطيته ديال الأساس أو الدرس الأساسي ديال التقليدي أو لاباز ديال الباترون ديال التقليدي، لاحظت واحد التفاعل او لا واحد التجاوب، وفي نفس الوقت غادي نحط واحد المساله. كاين البعض اللي كي يفتح الفيديو مجرد انه ما كيلقاش داكشي اللي كيقلب عليه في عقله ينسحب. دونك هذه ما عرفتش كيفاش نشرحها. كاين البعض اللي كيهتم بالمحتوى من خلال الصورة المصغرة ومن خلال العنوان، ما كيدخلش لا فيديو باش يشوفها بعقله بتمعن بتركيز بشغف وبي 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 وبي. هنا اشنو اللي بغيت نوصل لكم؟ الفيديوهات في القناة يمكن كاينة قرابة 800 فيديو في القناة للعموم، وفي نفس الوقت كاين تقريبا 2000 فيديو، تقريبا 2000 فيديو وما فوق او لا ما قل للخاص. هاد 800 فيديو للعموم يمكن الانسان يستفيد منها. هاد 800 فيديو اللي كنتكلم عليها راه فيها بزاف ديال المعلومات، فيها بزاف ديال العطاء، فيها بزاف ديال تقنيات واسرار. الملاحظ والله اعلم ان الانسان ملي كيفتح الفيديو تيكون تيبحث على شي مساله فضوليه، والله اعلم، يعني انا كنحاول نفهم فين كاين الخلل. كيفاش عرفت هذه المسائل؟ انه ملي كنشوف لا فيديو كنشوف المعدل ديال الدقائق اللي كيتشاف. كيكون الفيديو فيه تقريبا نصف ساعة، كاين الفيديو ديال ساعة، كاين الفيديو ديال 20 دقيقة، كاين الفيديو ديال كتر من ساعة، كتلقى معدل المشاهدات لا يتجاوز 2 دقائق، دقيقة ونص، 3 دقائق ماكسيموم. دونك هنا يعني كيتفتح الفيديو كيتشاف البداية ديالو. الأخوات واللي كيتبعوا القناة واللي كيبحثوا على المعلومه، واللي كيبحثوا على الاستفاده، واللي كيبحثوا على يتعلموا، كننصحكم ما تبقاوش كتهتموا بالعنوان. يمكن العنوان انا راه كنحطو، ما نكذبش عليكم، ما كيبقاش ليا الوقت لانه مع الضغوطات. اولا خصكم تعرفوا هذه المساله، ملي كنكون كنصور فيديو تيكون درس، هذاك الدرس مخصص للناس اللي يؤدون عليه، يعني درس خاص بالناس اللي ملتحقين معنا ومشاركين معنا في الدورات التكوينيه اللي كنديروها. دونك اول حاجه قبل ما كيتسجل الفيديو كتكون ترتيبات. ملي كيطلق التسجيل ديال الفيديو، يعني بدينا في التسجيل ديال الفيديو، كيكون تركيز مع الاخوات او بناتي اللي كيستافدوا معايا، وهما ديجا عارفين اشنو النوع ديال الدرس، اشنو هو المحتوى ديال الدرس، عارفين اشنو اللي غادي يجيهم في هذاك الدرس. كدوز واحد الفتره ديال ساعه المقاله ديال الدرس او 30 دقيقه ولا على حسب كل درس وما يعطى فيه. يعني كيكون واحد الضغط في هذيك الفتره ديال الدرس. من بعد تسجيل الفيديو كيتحط، كندير ليه لا ميزون لين في اليوتيوب. دونك تسجل الدرس حطيناه في اليوتيوب،
ملي كيتوصل اليوتيوب تيخصك تحط ليه صورة مصغرة وعنوان، لأنه الأخوات كيكونوا كينتظروا هذاك الدرس ديالهم، ولو شافوه مباشر كيبغيو يعني البنات اللي ملتحقين معانا ومشتركين معانا في الدورة التكوينية. داز الدرس مباشر، الأخوات كيبغيوه يكون يحتفظوا به، يعني يعاودوا يديروا فيه مراجعة ولا يعاودوا يطلعوا عليه، ولا المهم كيبغيو يحتفظوا به. عفوا بس تسمح، هذا ما كيخليش لي انا الوقت باش نفكر اش من عنوان غادي نديره. يكفي انني غادي ندير عنوان اللي عنده علاقة بالدرس اللي كنت كنشرحه، مثلا اساس القفطان، ما كنضيفش عليها لأول مرة ولا في 20 دقيقة ولا ولا ولا، لأنني راه ما كنقلبش على لي زابوني، ما كنقلبش على اللايكات، ما كنقلبش على التعليقات، ولو أنه راه غادي نناقش على هذه المسائل. فعلا العدد ديال لي زابوني يعني كيخلي أي يوتيوبر، أي واحد كيحس بواحد النشوة، كيحس بأنه راه عنده متتبعين كتار. القناة فيها قرابة، والله ما نعقل دابا واش 108 ألف أو 107 ألف أبوني. منين كتشوف عدد المشاهدات كتلقى 600 ألف، دونك راه العدد ديال المشاهدات قليل بارابور، يعني على مقارنة مع عدد المشتركات. واخا شافونا 1000، يمكن اللايكات يعني الإعجاب تيكون قليل حتى هو بارابور، يعني نشوفوا الدرس آخر درس أو آخر فيديو تشاف أزيد من 1000، وفي الإعجاب غادي تلقاي 126، وفي لي كومونتير يعني في التعاليق غادي تلقاو قرابة 30 كومونتير. انا ما غاديش كيف عادتوني، راه ما كنطلب لا لي زابوني، ما كنطلب لا الاعجاب، ما كنطلب لا تعاليق. التعاليق مرحب بها، لايك مرحب بهم، الاشتراك في القناة مرحب به، ولكن هادشي كيبقى لك انتي واش استفدتي او لا ما استفدتيش، واش لقيتي تلبية المسائل اللي كتبحتي عليها او لا. هاد المقدمة درتها طويلة وكنعتذر، ولكن في نفس الوقت بغيت نعرف كيفاش نتجاوب معاكم، لأنه يستحيل، وهذه خصكم تعرفوها، يستحيل أنني نتجاوب معاكم عبر المنصة ديال اليوتيوب. كيف قلت كاينه 800 فيديو، حاولت نحط فيها بزاف ديال المعلومات، بزاف ديال الاساسيات، بزاف ديال التقنيات، بزاف ديال الاسرار. اللي كيوقع للاخوات انهم، وغادي نرجع لانه راه ما عنديش كيفاش نقولها، دائما خاصك اللي يرتب لك المعلومات، دائما خاصك اللي يوجهك لاي درس غادي تناوليه بمراحل، دائما غادي يخصك مشرف، متتبع، متبع ولا كيفاش غنقول، يعني تتبع، غادي يخصك مقطر اللي كيرشدك وكيدلك وكيسيرك وكيوجهك المسائل اللي غادي تستفدي منها. غنستغل هذه الفرصة هذه وغادي نجاوب على بعض التعاليق اللي بعض الأخوات يعني حطوها على الدرس الأخير ديال أساس القفطان، اللي هو درس كيف قلت مع المجموعة اللي مشتركة معنا، يعني إحدى المجموعات اللي مشتركين معنا. وغادي تسمحوا لي باش نجبد لا فيديو باش نقرأ التعاليق اللي كانت ولا التساؤلات اللي كانت. بسم الله وتوكلنا على الله. الله يسهل أموركم ويحفظكم أستاذ ويطول في عمركم ويجازيك كل خير يا رب العالمين. شكرا جزيلا، والله يوفقكم تنتوما ونتمنى لكم التوفيق. هنا غادي نحط مسألة اللي ركزت عليها في بداية الفيديو، الله يرضي عليكم، إلا بغيتوا تعلموا حاولوا تطبقوا،
حاولوا تديروا التطبيق سواء على باترون كبير سواء على باترون مصغر. بارك الله فيك، الله يحفظك ويجعلها في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا، وأنا كنتمنى التوفيق للجميع. جزاك الله خيرا أستاذي الفاضل، وجعله في ميزان حسناتك وحسنات والدك. بارك الله فيك وكذلك أنتم. الله يجازيك بكل خير، والله تعلمنا من عندك خيرات. ربي يحفظك ويبقي عليك الستر يا الله. متتبعتك من الجزائر، مرحب بكم، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. اللي غادي نقول ونعاودها، الله يرضي عليكم، وإلا بغيتوا تستافدوا حاولوا ترتبوا نفوسكم. جزاك الله خيرا، وليتي كتشرح لنا في يوتيوب، نوصلوك ان شاء الله لمليون ابوني، وعلاش لا، نتمنى حتى انا، ولو انني من ضمن يمكن سلبيه ولكن شخصيه هكا داير، يعني ما كنقولش تابونا، وما كنقولش ديروا لايكات، ما كنقولش ديروا اعجاب، ما كنقولش ديروا تعاليق، وان شاء الله نتمنى التوفيق. وشكرا جزيلا، جزاك الله خيرا استاذ، جعل الله في ميزان حسناتك، بارك الله فيك أخي الكريم، مرحبا بكم بجموعين، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. تبارك الله عليك أستاذ، جزاك الله كل خير، الله يحفظك ويعطيك الصحة أستاذ بمعنى الكلمة. جزاك الله خير الجزاء أستاذنا الفاضل، ما شاء الله عليك يا أستاذ، عانك الله وحفظك، جزاكم الله خيرا ورحم الله والديكم، بارك الله فيك والدينا ووالديكم مجموعين، جزاك الله كل خير، ميرسي بوكو، سلام الله عليكم، وفقكم الله أستاذنا. أقول لمستفيداتك، لن تجدوا أحسن من الأستاذ شهيد في التكوين الأساسي، لقد اشتقنا للدروس المباشرة أستاذنا الفاضل. هذه أخت من المتتبعات ديالنا، وفي نفس الوقت مشتركة معنا في الدورات التكوينية المؤدى عليها، و إن شاء الله مرحبا، ربي يعطيك الصحة إن شاء الله، ربي يفرحك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، الله يرحم والديك، جزاكم الله خيرا، الله يرحم الوالدين أستاذنا، أستاذنا الله يستر أمورك، منين غنجيبو ديك المسطرة المقوسة ما لقيتهاش، كاين غير البيستوري. ألوغ، هادو من ضمن المسائل اللي كنهضر عليها وتنتكلم عليها. راه كاين بزاف ديال الحوايج ما يتعطاو الاخوات، ملي كنتكلم وكنتكلم يمكن بعض المرات كتلقاو حتى سميتها النبره ديال الصوت ديالي كتلقاو فيها شويه قاسح، ورغم انه راه ماشي تركيبتي ولا طبيعتي، ولكن جدي، يعني جدي في شي حوايج. هاد المسطره المقوسه بالنسبه للبنات المستفيدات معنا، راه كنعطيهم كيفاش يقدوها. كاين بزاف د الحوايج غنبغي نعطيهم، ولكن الوقت لا يكفي، والترتيب ديالهم باش نعطيهم لا يكفي. الوقت في ظرف ساعه نص ساعه ساعه ونص راه الوقت غير كافي. شرح مفهوم، شكرا، جزاك الله خير استاذه استاذ، شكرا استاذ، الله يرحم الوالدين اخي، شكرا بزاف. سلام استاذ، انا من الجزائر، لي الشرف ان اتابعك في هذه الدروس، وشكرا، مرحبا بكم، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم استاذ، عندي سؤال، الله يجازيك بخير، واش 4 سنتيم لا طلعت اللي طلعتي بها في الحزام، واش واخا تكون عندي الكرش؟ أبنتي بالنسبة لهذا السؤال، يعني الجواب ديالو غادي تلقيه في نفس الدرس اللي لقيتيها فيه، لأنه كنقول عندنا واحد المسألة كنديروها باش نحلو بها مشاكل، وكنقول يستحسن سواء ما كانتش عندك الكرش، سواء كانت عندك، سواء كان عندك لي هونش ممتلئين، يعني الحوض ممتلئ، يعني كتخدم باش تحيد لك بعض المشاكل اللي كنلقاوها في الفصالة. شكرا. واش ديك 3 سنتيم اللي كندير في التركيز قاعده اساسيه لكاع لي طاي؟ الوغ الاخوات، بالنسبه كيف قلت من قبل،
كاين شي مسائل اللي كنرتبها وكنعطيها ايتاب ايتاب، يعني مرحلة بمرحلة. الدرس الأساسي كيبقى درس أساسي، وكاينين حالات خاصة، وكاينين استثناءات، وكاينين مسائل تقنيات وأسرار واللي كنعبر عليها أنا بتحايل على مجال الباترون باش نخرج راسي من المشاكل. هاد المسائل يعني نحن في البداية ونؤسس أساسيات، يعني كنأسس باش نفهم بعد الأساس، يعني كاين شي حوايج اللي كيجيو من بعد. وهاد المسائل راه هي اللي كنطرقوا ليها في الدورات التكوينية، هاد اللي كننصح بها الأخوات واللي كنعطيهم ملي كنتمكن من الدرس الأساسي، راه منه كنجبد أي موديل. من الدرس الأساسي، من الباترون الأساسي، كيمكن ليا نتفنن، كيمكن ليا نبدع، كيمكن ليا نحط موديلات، كيمكن ليا نزيد بزاف ديال الحوايج. هادو بالنسبة للتعاليق اللي خاصة بآخر درس، وغادي نشوفوا شي تعاليق أخرى. أول مرة يبدأ أستاذنا، هذا فيديو آخر، يعني الفيديو نشوفوا العنوان ديالو، علاش باقي ما تعلمش الفصالة والخياطة. الأخت كتقول أول مرة أستاذنا يبدأ فيديو بسؤال، الله يسمعنا خير. فعلا، لأنه السؤال اللي تطرح علاش باقي ما بديتش، علاش باقي ما تعلمش الخياطة. انا كنلاحظ حسب الخبره ديالي في هذا المجال ديال التكوينات، وراه مجال بفتره يعني قيمه وكبيره، اللي قلتها مرارا وتكرارا، راه كتجاوز 30 سنه، علاش باقي ما تعلمش الفصاله وخياطه؟ فقط كاين جواب واحد، لانك متخبط. وهذاك التخبط انك ما مرتبهاش، انك باغا تعتمدي على نفسك باش تعلمي نفسك. وهاد المسائل راه هادشي راه ما كاين فيش، انه راه كاين الناس اللي كتعلم من اليوتيوب، ولكن بالترتيب بالمراحل ماشي بالتخبط. وكل مره كنقز هنا ونقز هنا ونمشي لهنا ونطلع هنا ونطلع هنا، هاد الحوايج كيتلفوك. الو، شكرا استاذ على المعلومات القيمه. أساسيات الفصالة هي الأهم، فعلا ملي كنشد الأساسيات في ذلك الحين، يعني غادي نقدر نطل أو لا نبحث أكثر وأكثر، لأنه ديجا عندي أساسيات قوية متمكنة منها. دروس مفيدة وقيمة، ولا زلت أذكر الطريقة الرائعة التي أعطيتنا لرسم حوردة الإبط. كاين بزاف ديال الطرق، وبزاف ديال التقنيات، وبزاف ديال الوسائل، وبزاف ديال الأساسيات اللي كنعطيهم، وهذا فقط باش نسهل عليكم المأمورية. الأخت نصيرة، فو فيديو سون تري بينيفيك نو pour nous. Merci beaucoup. مرحبا وألف مرحبا. فعلا ملي كنشوف مزيدا من التألق، أستاذ الله يحفظك الوليدات، بارك الله فيك. شكرا أستاذنا الفاضل، ما زلنا نستفيد منك في اليوتيوب وكذلك في الدورات التكوينية، جزاك الله خيرا. يعني الأخت راها معايا في الدورات التكوينية، وفي نفس الوقت راه كتابعنا على هذه المسائل ديال اليوتيوب. شكرا على النصائح القيمة أستاذنا، جزاكم الله خيرا. هذه المسألة ديال شكرا على النصائح، كنتمناكم الأخوات تتخذوا بها، كنتمناكم تشوفوا أي نصيحة ما تديوهاش في الكريماس أو الملامح ديال الوجه ديالي، أو النبرة ديال الصوت ديالي، أو الشكل ديال حتى الصوت إذا كان ناقص في الفيديو، حاولي أنت تركزي على الجودة. المهم كاين اللي كيتبرر بجودة التصوير، الإنارة وما إلى ذلك، وأنا كنشوف بأنه كاين أغلبية كتركز على المحتوى، والأقلية كتركز على جودة التصوير. وهذا أنا خدام هنا سولو، يعني بوحدي كنحاول نرتب الأمور باش نوصل لك المحتوى اللي كيهمك، وهذا هو اللي كيهمك أصلا،
المحتوى. نتمنى تكون تفهمت هذه المسألة حتى هي بوحدها، وتفهم عن القصد ديالها، يعني المعنى ديالها الحقيقي. السلام عليكم أستاذي، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذنا الفاضل على النصائح القيمة، أنا متتبعة قديمة. اليوم ما قدرتش نركز معك حيت كان الضجيج، ما عرفتش واش غير أنا اللي سمعته. كنشكرك بزاف. ألو غاد، أنت يمكن هاد لا فيديو كانت التصوير ديالها في مقهى، يعني كنت جالس في مقهى وخصني نوصلها، لذلك غادي تسمعي شوية الضجيج. على العكس يعني الدروس الاخرى ولا الفيديوهات الاخرى كنسجلهم في مقر العمل اللي انا متواجد فيه حاليا. انا نجاوب على الدوره عن بعد، يعني الدوره التكوينيه عن بعد، استفدت بزاف منها، درتها 4 مرات يعني 4 دورات، وانا باقى فيها ان شاء الله، باغا نكمل الدورات. مرحبا بنتي، ونتمنى لك التوفيق والهلي، حشمني معكم. الاخت اللي كتسول، السلام، عافاك، شحال تمام الدوره؟ يعني انا اسمع جاوبتها، كل دوره وثمنها، وهي بالصراحه ثمن قليل قدام المعلومات. هنا غادي نقول لك بنتي اللي كتسول على ثمن الدوره وطريقه تلقي الدروس وكيفاش الدوره، ما عليك الا تواصلي مع رقم الواتساب اللي ديما كنحطو في الفيديوهات وفي الاعلانات. الرقم ها هو 0262233000. اوديو كتسوليني فيه اوديو، وكنركز الاخوات على الاوديو، لانه القرايه كتعذب. قرا ميساج، نجاوبك ميساج، جاوبيني بميساج، سا برون دي طون، يعني كياخذ الوقت. اللهم كتعطيني اوديو فيه التساؤلات ديالك، وراه غالبا البنات غالبا كنجاوبك هاتفيا، يعني حتى الا كنتي كتستعملي هاتف خاص للواتساب ورقم هاتف خاص للمكالمات، الله يرضي عليك بنتي، خلي لي الرقم ديال الهاتف ديالك وانا راه كنتصل بك مباشره عبر الهاتف. شكرا استاذ لك كل احترام، يعني الاخت كتمنى الدروس ديال السبوره والتطبيق. شكرا جزيلا. واحد السيده عندها الدبلوم جايه 18 عام هذه، وهاد السنين الاخيره فقدات الثقه في النفس، ولات كتخاف وما كتقدرش تقبض حتى العبار للناس، كيفاش ترجع الثقه؟ وشكرا. هاد الحويجات يعني من 18 سنه هادي، واش باقا في المجال او لا بعدت عن المجال؟ الا باقا في المجال كلام، والا بعدت عن المجال كلام اخر. الو غادي نبداو، الا بعدت عن المجال، يعني طيلت 18 سنه بعدت عن المجال، ملي كتبعدي عن المجال نهار كتعاودي تبغي تدخلي ليه، كتدخلي ليه كانك مبتدئه، يعني ضروري لك تعطي لراسك واحد الفرصه او لواحد المده اللي كتمارسي فيها وكتزاولي فيها، ومن ثم كتحيي المعلومات اللي كانت مترسخه. وعقلوا على هذا الكلام، المعلومات كتبقى في العقل، الا كنا شادينها بحقها وطريقها راه كتبقى في الدماغ، كيكفي انك تعاودي تحييها بالممارسه ديالك. والا كنتي باقا في المجال وكيوقع لك هاد المسائل، غادي نطلب منك انك ترتبي خدمتك وتعاودي ديري شي دوره تكوينيه، ولا تبحثي على شي طريقه اللي تعاود تحيي فيك المسائل اللي فقدتيها. الله يرحم ليك الوالدين. انا اللي عندي هاد المشكل، منين تنبغي نفصل شي حاجه تنحصل ضروري من المساعده، تنحصل يعني ديك تنحصل بوحدها عاد ضروري من المساعدة. واش ممكن الدروس اللي في يوتيوب نطبقها في الدفتر ونفصل بها؟ واش تنفعني؟ لانني ما عنديش باش نخلص دورة تكوينية. منين بدات كورونا وانا كنتساطح، وكنشكرك على هذه الكلمة اللي قلتي، تنتساطح وانا غنجاوب عليها، بين القنوات بدون جدوى، وما لقيتش علاش تنقلب غير خسارة طوب. الله يهدي بعض القنوات، اتمنى من الله خير. مير الياس، يعني الاخت اللي كتبات هاد التعليق او هاد السؤال، ممكن بنتي تعلمي من اليوتيوب،
ممكن. علاش؟ إذا كان عندك واحد الحماس قوي وواحد الرغبة قوية وكنتي منضبطة، ومنين تنقول منضبطة لأنه الانضباط غادي يخليك درتي اليوم درس أساسي ديال القفطان، غادي تتبعيه درس آخر وغادي تتبعيه درس آخر. منين غادي تكون انت باقا في البدايات وكتمشي للكلوش او للكومبوفون، انت مازال ما عارفاش الكم ومازال ما فاهمش، هنا كيوقع التسرع وهنا ما غاديش تستافدي. تخبط بين القنوات كيف قلتيها بنتي، وقلت لك راه تساطح، يعني كعبرتي عليها بالتساطح، هذه فعلا كتوقعها. وعلاش؟ الانسان كيقلب في هذه القناه ما كيلقاش الضاله ديالو، يعني داكشي اللي كيقلب عليه، كيمشي لقناه اخرى كيبغي يقلب على المعلومات اللي هو محتاجها، كيلقى مواضيع اخرى، كيلقى تقنيات اخرى، كيلقى طرق اخرى، كيولي كيشك في الطريقه الاولى والطريقه الثانيه، منين كيمشي للطريقه الثالثه كيبقى هو مشطوب، لدرجه انه ماشي كيفقد الثقه في نفسه، كيفقدها بعدا في القنوات اللي كتعلمو. علاش؟ لانه ما رتبش. راه هناك عده طرق، هناك عده طرق للباترون. منين كنقولك هناك عده طرق، كل طريقه كتلقاي فيها تاني، او كل قناه كتلقاي فيها انسان اللي كيوصل لك المعلومات، الانسان اللي كيشرح لك التقنيات والدروس عن جدارة واستحقاق وهو مهتم باش يعلمك، وانسان اللي كيكون كيشرح لراسو وباغي الكلمه اللي قلتها في الاول لي لايك ولي زابوني والتعاليق. وهنا غادي نتكلم على واحد المساله، راه شفت فيديوهات كتار كنلقى فيهم اخطاء، كنلقى فيهم اخطاء. طبقي هذاك الشيء اللي دار وغادي تطيحي في مشاكل. علاش؟ لانه وكتلقاي في التعاليق شكرا لك، الطريقه الافضل، احسن استاذ ولا استاذه، تستحق المليون ابوني، دير علماسي ودير كذا ودير كذا وما الى ذلك. واي وحده كتبت هذا التعليق غتلقيها ما جربتش هذيك الطريقه ولا هذاك الدرس اللي تحط ليها او اللي شافتوه هي معلقه عليه. الاخوات منين كتخبطوا وكتصاطحوا كيف قالت الاخت، راه هنا كتجبد ديك المساله. شفتي هاد القناه وشفتي هاد القناه وشفتي هاد القناه وكتلقاي راسك باقي ما استفدتيش. خلاصه القول، فقدتي الثقه في الناس اللي كيعلموك، والبعض كيفقد الثقه في نفسه. وانا هذه هي اللي كنقولها دائما، ماشي العيب انك ما تعلمتيش، العيب فيك انت، العيب في اللي كيعلمك. وهذه راه ما يمكنش شي واحد يقولها، الا ما تعلمتيش راه العيب في داك اللي كيعلمك، هو اللي ما عندوش القدره وما عندوش الكفاءه باش يعلمك. شروط ديال التعلم: الرغبه تكون قويه، الانضباط والطموح. الرغبه، الانضباط والطموح، كانوا فيك هاد الصفات وتلاقيتي مع استاذ كيعلمك، الا ما تعلمتيش حيدي صفه الاستاذ، حيديها، لانه الاستاذ خاصو يعلمك، الدور ديالو خاصو يعلمك. انا متتبعه جديده عفاك، انا بغيت نتعلم في صاله ديال بلدي بالتفصيل، في السبوره وفي التطبيق وكل شيء. ابنتي ما عرفتش واش هذا سؤال ولا هذه رغبه ولا، المهم حنا غادي نحاولوا نعطيكم دروس. وكيف قلت، الدروس اللي كنعطيها ديروا ليها التطبيق. الاخوات راه كنبذل مجهود كبير، راه عندي دورات تكوينيه، عندي مجموعات كتار، وكل مجموعه كنتبعها، وكل مجموعه كنوجد ليها الدروس ديالها، وكل مجموعه وعندي طاقم خدام، وفي نفس الوقت راه ما كنلقاش الوقت باش نجاوب بزاف ديال التساؤلات. يعني اليوتيوب باش نجاوب عليه راه صعيب صعيب، كل نهار نقرا، يعني خاصني نبقى كل لحظه نتسنى اش من تساؤل غادي تطرحيه عليا. على العكس، ملي كديري معايا دورات كوينيه راه مخصص لك رقم خاص
ومخصص لك الطاقه ملي كيتجاوب معاك، ومخصص لك انك منين ما كتفهميش كنخصص لك وقت وكندير لك درس على السبوره باش نشرح لك. نتمنى هذه تكونوا فهمتوها. شكرا لكم استاذنا الفاضل على هذا الموضوع. بالنسبه لي شخصيا انا عندي مشكل الخياطه بالماكينه، ما كنزعمش عليها مع اني والحمد لله استفيد من دروسكم في الفصاله. فجزاكم الله كل خير على كل الشروحات والتوضيحات التي تقدمونها، جعل الله في ميزان حسناتكم. البنات انا غادي نعطيكم واحد المساله، ملي كتلقاي الدروس ديال الخياطه، لانه ردوا البال، الخياطه حتى هي عندها اساسيات ديالها. الخياطه ما غاديش تجي وتعلميها وانا كنخيط قدامك بياسه يعني لبسه. الخياطه حتى هي عندها الاساسيات وكتعلم بمراحل. واخا عطيتك الاساسيات وعطيتك المراحل وعطيتك تقنيات وعطيتك كيفاش نقد تقويره الكول، كيفاش نقد القب، كيفاش نقد هادي وكيفاش نقد هادي، واش كتظني؟ انا غير سؤال وبغيتكم تجاوبوه على ريوسكم، ما تجاوبونيش عليه انا. واش كتظني نفسك انه بمجرد مشاهدة واحد الفيديو كيشرح لك طريقة خياطة القب غادي تولي كتقنيه؟ إذا كان واحد المعلم أو واحد الحرفي دوز في هذه المرحلة ديال حياته الحرفية، رانا كنتكلم معكم وكنعطيكم الواقع، راه ما كنهضرش بالنظر، كنهضر من الواقع. تعلمنا خدينا، غادي نعطيكم المثال اللي كنعطي للبنات دائما، تعلمتي تخيطي القب غادي تولي كتقنيه؟ الا. علاش؟ خاصك الممارسه. الممارسه اللي كنقولها دائما للبنات، اي حاجه خديتيها حاولي على الاقل طبقيها 3-4 المرات، راه على الاقل، لانه الشخص اللي كان كيشرح لك راه طبقها مئات المرات، الى ما خفت نكذب الاف المرات. وهذا بغيتي توصلي لمستوى ديال واحد مطبق مئات المرات، بغيتي انت توصلي للمستوى ديالو من مره واحده. البنات حاولوا تفهموا كلامي ايجابيا. التطبيق يعني بغيت نتعلم خاصني ندمر، بغيت نتعلم خاصني نخدم، بغيت نتعلم خاصني نبذل مجهود، بغيت نتعلم خاصني يكون فيا داك نعطيكم المثال.